حلقتين بس على برايم ال 13 والاخير. التحدي الاول، قادرين تتوقعوا ان انتوا هتكونوا مكان الحديده دي؟ هتكونوا على ارتفاع 60 متر. انتوا هتبقوا متعلقين من رجليكم وراسكم لتحت. هيتربط على جسمكم 4 صناديق. المطلوب منكم ان انتوا تفتحوا الصندوق الاولاني، هتطلعوا منه مفتاح، تفتحوا بيه الصندوق الثاني، هتطلعوا منه مفتاح، تفتحوا بيه الصندوق الثالث، هتطلعوا منه مفتاح علشان تفتحوا اخر صندوق وهو الصندوق الرابع، هتطلعوا منه علم بترموه، وبكده الوقت بيكون واقف. بشكرك يا باسانت، بشكرك يا مهاب، بشوفكم الحلقه اللي جايه. معتز، محمد، عمر وايهاب، هشوفكم في التحدي التاني. دول 20 تفاحة حمر هنضيف 3 ضفادع، سمك تعبين، مجموعة من التعبين الخضرة، تعبان البور. ايه عندكم 20 تفاحة مفروض تنقلوهم من الصندوق اللي قدامكم ده للبوكس الفاضي اللي هناك ببقكم. اقصى وقت هو 2 دقيقة. عمر، انت تعفيت من تالت تحدي في حلقتنا. التحدي التالت هو هتكونوا راكبين في المكان المخصص للسواق، وهتنزل تحت الميه. بعد 10 ثواني في نور هينور. مطلوب منكم ان انتوا تفتحوا الباب اللي جنبيكم، تطلعوا منه وتروحوا على الباب اللي ورا من الجهة التانية. هتفتحوا الباب، هتلاقوا طفل، هتاخدوه وتعوموا لغاية العلامة السوداء وتحطوا عليها الطفل. إيهاب، انت جبت 29 ثانية، دي تذكرتك ومع السلامة. دلوقتي فعلا في آخر مرحلة، مرحلة فيها تنافس قوي جدا، تنافس ما بيننا احنا الخمسة الباقيين. اعتقد ان هو وصل لأعلى درجة. الواحد حاسس بتوتر رهيب، عشان يعني خلاص اللي هو فاضله تكة ويبقى في الفاينلز ويوصل بقى للهدف اللي هو جاي عشانه اصلا. المنافسة قوية جدا، احنا كلنا داخلين، وحتى اللي ما كانش في مخه ان هو يكسب في فاكتور بقى في مخه لان احنا قربنا. الموضوع صعب ومش سهل. تقدروا تفتحوا هناك. صباح الخير. صباح النور. دلوقتي انتوا وصلتوا 5، ووصلتوا للحلقه قبل النهائيه في فير فاكتور اكستريم ارض الخوف. اكيد وصولكم هنا ما كانش سهل، مريتوا بتحديات كتير ما كنتوش تحلموا ان انتوا تمروا بيها، واكيد كل واحد فيكم بيفكر من جواه انه اكتر واحد بيستحق انه يفوز. لكن برضو في نهايه الحلقه واحد منكم هيترحل من ارض الخوف، وهيبقى زيه زي اللي ترحل في اول حلقه، ايد ورا وايد قدام. عايز اقول لكم ان احنا في الحلقه اللي قبل الاخيره وانتوا 5، لكن 4 منكم هيترحلوا قبل ما نوصل للنهاية، وواحد بس هو اللي هياخد 50,000 دولار.
المنافسة بقت أجمد وأكبر، وأكيد حماس كل واحد لنفسه أكبر بكتير من الأول. قبل ما أقول لكم على أول تحدي معانا، معانا نجم أكيد كلكم بتحبوه، جالكم علشان يشجعكم ويقف جنبكم في آخر حلقتين من Fear Factor Extreme أرض الخوف. والنجم هو الحمد لله على السلامة يا رامز. هاي سالي. هاي، ازيك؟ منورنا. وأكيد هتكون معاهم في أول تحدي في حلقتنا قبل الأخيرة، وكمان هتكون معانا في باقي تحديات الحلقتين اللي باقيين. خليني أعرفكم على أول تحدي في الحلقة قبل الأخيرة من Fear Factor Extreme أرض الخوف. التحدي الأول بيعتمد على المسافة. شايفين دايرة الطين اللي قدامكم دي؟ اللي منكم هيقدر يلف في الدايرة دي ويستحمل أطول وقت ممكن هو اللي بيكسب. حد فيكم بيحب الفروسية؟ عمر بتحب الفروسية؟ بحب الحصان من فوق. فعلا يا عمر، للأسف انت مش هتبقى فوق، وأكيد ولا حد فيكم. شايفين الحبل ده؟ في آخره حتة خشبة. انتوا هتبقوا ماسكين الخشبة دي والحصان بيجري بيجركوا وراه، وأكتر واحد فيكم بيقدر إن هو يستحمل أطول وقت ممكن بيكون من بين الاتنين اللي بيتعافوا من باقي تحديات الحياة. زي فيلم الأرض بالظبط، آخر مشهد فيه أكيد رامز فاكر محمود المليجي في دور محمد أبو سويلم، وفيلم الأرض تحديات كتير كان فيها شبه من أفلام شفناها، وانتوا محظوظين طبعاً ان انتوا بتنفذوها هنا معانا في أرض الخوف. خلينا نشوف مين أول محمد أبو سويلم هيبدأ بالتحدي الأول. عمر، أنا قلقان فعلاً من التحدي عشان أنا أول واحد، فمعرفش التريكات اللي ممكن أقابلها إيه، سرعة الحصان، اللف، الكلام ده كله، بس هحاول أقدر أعمل يعني أقصى ما عندي عشان أنا معرفش النتائج زمايلي هتبقى عاملة إزاي، فإن شاء الله ربنا يوفقني وأعمل كويس. هو التحدي صعب بصراحة، وبالذات الأرض بتبقى بننزل في مية وتطلع وفيها بتبقى حرجة كتير. أنا بس مضايق عشان كان نفسي أفضل أكتر من كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إيه اللي خلاك تسيب إيدك في الآخر؟ قوتي بدأت تخور. بدأت؟ آه، وكانتش يعني آخر حاجة عندك؟ لا فعلا كانت آخر حاجة، وحاولت ألمها تاني فلتت مني، وده يمكن اللي زعلني يعني. هنشوف المشترك اللي بعد كده. معتز،
عمر شارك كان اول واحد طبعا، خدنا منه الخلفيه موضوع قوه التحمل قوه، وفي نفس الوقت الطينه كلها والميه اللي بتخش فيه دي صعبه جدا، يعني الواحد عامل حسابه ممكن يحصل اي اصابه في اي وقت، خبطه مثلا في الوش جامده او اي اصابه زي تعويره او حاجه، فما الواحد مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. 3 2 1. انا كنت متحمل ما عنديش اي مشكله، قوه التحمل عندي كانت كويسه، بس لما بدات بقى احس ان جسمي بيتقطع ففلتت من الحديده، لان كان الموضوع خطر جدا ان انا افضل اكمل. يعني انا اتقطعت يا ابني، انا ما مشيتش في ميه، انا حاسس بكل اللي ماشي على ضيق الزفت النجيل، انا بتقطع يا جماعه، انا متقطع خالص، انا جسمي بيتقطع. معتز، كلمنا عن تجربتك. لا، ما التجربة صعبة جدا يعني بصراحة، أنا كنت افتكرتها سهلة لما عمر عملها، قلت الموضوع بس محتاج قوة تحمل، فالموضوع مش غير قوة تحمل، الحصان بيمشي طبعا بياخد اللفة، بس في نفس الوقت الاتجاهات بتبقى مختلفة، فأنا كان معظم الاتجاه بتاعي كان على النجيلة مش على الطين، فطبعا أثر فيا تأثير كبير لأن اتجرحت أكتر من جرح جوه جسمي، فما قدرتش بقى أكمل لأن حاسس بنار. الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا بطل. خلينا نشوف مين المشترك اللي بعد معتز. فسنت، عايزاكي توري الرجاله البنات بتعمل ايه. التحدي محتاج قوه جسمانيه يعني، وانا بما ان انا البنت الوحيده اللي فاضله فالموضوع صعب، انا ان شاء الله هحاول اثبت لهم ان انا اقدر اعمله، بس ربنا يسهل ان شاء الله. 3 2 1 جو. فتح لك يا بسمك، هي في الاول خالص كانت سهله، وبعدين مره واحده كان في مصاب وانا كنت احس ان البنطلون هيقع، فرحت وقفت عشان كان هيقع البنطلون يعني. فسنت، هضطر رغم ان انت ما قدرتيش تكملي التحدي ان انا احييكي على تصرفك، لان هو ده التصرف الصح، وانك ضحيتي بالتحدي الاول، وللاسف يعني شكلك كده هتتنقلي ونشوفك في التحدي التاني. خلينا نختار المشترك اللي بعد فسنت. بتضحك ليه يا مهاب؟ خايف بصراحه، الموضوع مش سهل، الخوف من ان الواحد لو طلع على النجيله ممكن يتشرح، اكيد طبعا خايف، غير من التحدي خايف من الفشل، وخايف ان انا اخش اتنقل على التحدي التاني. 3 2 1 جو.
رضا. هو التحدي مفيش اصعب حاجه، هو كله صعب جدا. السحله نفسها بشعه، الميه، الطينه، كله بيبهدل الواحد. كنت بتفكر في ايه وانت بتلف؟ بفكر عايز اتنفس مش اكتر، مش عارف خالص. وايه اللي خلاك تسيب في الاخر؟ الزحلقه، انا اساسا ماسكها مزحلقه، وده كنت بحاول ان انا افضل ماسكها، هي مزحلقه جدا ومش عارف اتنفس. الطينه داخله في بقي وفي مناخيري وفي وداني، مش عارف، مفيش حته ممكن اتنفس منها. طيب الحمد لله على السلامه. ولغايه دلوقتي الافضل منكم هو عمر، وطبعا اللي اكيد هنشوفها بكره هي باسانت. وهنشوفك بقى يا محمد دلوقتي، هتكون مع باسانت ولا مع عمر؟ يلا يا محمد. المنافسه طبعا قويه جدا ما بيننا احنا دلوقتي الخمسه، لان طبعا اي غلطه تخلي الواحد يخش على التحدي التاني دوت مش مضمون تماما. فانا هحاول على قد ما اقدر اكسب في التحدي الاولاني واخش على الحلقه النهائيه على طول ان شاء الله. 3 2 1. التجربة بصراحة قوية جدا، بس الفرق معايا ان انا اتقلبت، قعدت اتقلب كتير في الطينة، وطبعا ايديا عشان كنت رافعها كده هوت فقعدت تكحت كتير في الطينة. بس التحدي مش سهل خالص، يعني العملية مؤلمة بطريقة بشعة. حساك مبسوط وفريش كده كأنك كنت في البسين؟ كانت حلوة قوي بصراحة، كانت حلوة بجد. استمتعت؟ كانت حلوة جدا. طيب رامز، يلا يا رامز. هو بالنسبة لي اللي قلقني بالنسبة للطين، بالنسبة للعيناتو والمناخيراتو وداناتو، افري خرم في الجسمتو ممكن يحصل له انسداداتو، وربنا يستر. لا لا بقول لك ايه، وصل على رسول الله. لا 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 لا. يلا يا رامز جاهز؟ استنى وين؟ 3 2 1 جو. ما فيش اكتر من كده طبعا تحدي، ان انت تلاقي نفسك وسط بركه طين وبتتجر فيها بتتسحل فيها، ده تحدي صعب جدا طبعا. وبعدين من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اعمل الحركه دي بسنت، لانها بجد بنوته جدعه جدا، فكان هيبقى شكله وحش قوي لو ما عملش الموضوع. صل على النبي، اي خدمه رجاله. شفت؟ لا بنطلون اتقلع ولا تعوير ولا 100 100 زي ما انا ان شاء الله. بعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا من الطين وهنرجع للطين وعادي شغال يعني. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك. دلوقتي جينا لوقت الجد ووصلت النتيجه. 2 منكم بس هم اللي هيتعفوا من باقي تحديات الحلقه، والباقي هيتنقلوا للتحدي التاني. حسن
بسبب خارج عن إرادتك عملتي 35 متر، فأنتي معانا في تاني تحدي. عمر، كنت أول واحد تعمل التحدي ده، وانت فعلا الأول ما بينهم، ولفيت 4 لفات و11 متر. محسن، عملت لفتين و8 تمتار، وأكيد انت معانا في تاني تحدي. باقي مهاب ومعتز، واحد عمل لفتين، التاني عمل 3 لفات. مهاب، اتدلعت كتير الحلقة اللي فاتت، جي وقت ان انت تتعب شوية وهتكون معانا في تاني تحدي. معتز وعمر، مبروك، انتوا اتنقلتوا لاخر حلقة في فاكتور اكستريم ارض الخوف، وتعافيتوا من باقي تحديات الحلقة. تقدروا تتفضلوا. رامز، نورتنا وخففت من جو الحلقة، واكيد خففت من قوة التحدي عليهم. بخليك. وبنشكرك وهنشوفك في تاني تحدي. شكرا. محسن وبسنت ومهاب، واحد فيكم في آخر الحلقة هيترحل من أرض الخوف، وزي ما قلت لكم في أول الحلقة إن اللي بيخرج دلوقتي زي وزي اللي خرج من أول حلقة، بيرجع مصر إيد ورا وإيد قدام. قووا نفسكم أكتر علشان تقدروا تعملوا كل حاجة عندكم، حتى لو بترحلتوا تبقوا مرتاحين من جوه. Good luck. التحدي بتاع الحلقة دي قبل الأخيرة طبعا مسألة حياة أو موت، يا تكمل إما ما تكملش. فأنا مضطرة طبعا أن أنا حتى لو كان في حاجة مؤلفة طبعا جدا لازم أعملها، وأحاول أعملها على قد ما أقدر أن أنا أكسب وأتحافي من التحدي التاني. إن شاء الله مش هنسحب من التحدي التاني علشان خلاص هي آخر حلقة وناقص الفاينل. مش عايز اتفائل قوي ومش عايز ابقى متشائم قوي، عايز ابقى دايما مأهب نفسي لاي حاجه ممكن تحصل. تقدروا تفتحوا عينيكم. صباح الخير. صباح الخير يا رامز. الارجنتين عامله معاك ايه؟ زي الفل. مستمتع في ارض الخوف؟ جدا جدا. طب الحمد لله. مهاب، بسنت ومحسن، زي ما انتوا عارفين انتوا قدام تاني تحدي في الحلقة قبل الأخيرة من فير فاكتور اكستريم أرض الخوف. الضغط بقى قوي عليكم، والمنافسة كمان بقت أقوى. واحد منكم بس هو اللي هينضم لمعتز وعمر بعد ما يخلص التحدي ده، وأكيد اللي هينضم لهم هو الأفضل. خليني أكلمكم على التحدي. اللي قدامكم ده صندوق، المفروض إن أنتوا هتناموا جواه وإيديكم متكلبشين بالكلبشة دي. في الصندوق فيه 4 مفاتيح، لكن الكلبشات دي بيفتحوا بمفتاح واحد كل مرة، كان بيبقى المفاتيح متعلقة في ايديك. لكن الصعوبة المرة دي انه وانتوا نايمين في الصندوق المفروض انتوا تدوروا على المفاتيح مفتاح مفتاح، وتجربوا تفتحوا الكلبشات. في فتحة في الصندوق مفروض اول ما بتفتحوا ايديكم تطلعوها برا عشان الوقت يقف. لو فتحتوا ايديكم
ما طلعتوش ايديكم بره الفتحه دي الوقت بيفضل مكمل واكيد نتيجتهم بتقل. خليني اوريكم الفتحه عشان تعرفوا بالظبط هتعملوا ايه. جعانين يا جدعان. الاربع مفاتيح اللي كلمتكم عليها مرميين ومتنطورين في الصندوق ده ما بين ال100 فار اللي انتوا شايفينه. بقول لك في 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 ناس بيموتوا بعض هنا. لما الضيوف يجوا لهم دلوقتي هينسوا بعض مش هيتخانقوا. هيتخانقوا مع حد تاني. هو الصندوق ده مش هيتنضف؟ قبل ما نقعد فيه؟ انا بس بتكلم بجد. خلينا دلوقتي على طول نبدا مع اول واحد من المشتركين واللي اخترناه بطريقه عشوائيه وهو مهاب. مهاب فعلا. حاجة مقرفة جدا واكتر حاجة قرف حصلت من اول ما فير فاكتور ابتدى. انا هحاول اعمل اللي عليا طبعا وبقى يعني كله على ربنا. مهاب انا عارفة ان انت بتحب الفيران قوي صح؟ جاهز؟ ان شاء الله. 3 2 1 جو يا مهاب. انت فتحت بيه ده وراك. هم اربعة سالي؟ هم اربعة. اربعة. أربع مفاتيح واحد فيهم أكيد بيفتح يا مهاب. مفتاح مقصود يا سامي. دور تاني هنا. في إيه؟ دور يا اللي عرفت اجيب المفاتيح كلها. كان من اول مفتاح هو الصح بس انا للاسف يمكن البرجله والتوتر ما خلتنيش اركز او اعرف افتح كويس. حسيت بايه؟ كنت مدفي قوي. كنت ايه؟ مدفي قوي. خلينا نشوف مين تاني واحد هندفيه. عادة بنقول ladies first بس المرة دي خلي محسن النار يبدأ. ان انا ساحب ديت فكرة خلاص ما بقتش واردة بالنسبة لي. ممكن اكون عملتها قبل كده في تحدي تاني عشان كان في دود وكان في حاجات مقرفة جدا مش قادر اعملها. بس في التحدي بتاع الحلقة دي قبل الاخيرة طبعا مسألة حياة او موت. يا تكمل يا ما تكملش. 3
1 جو. محسن لو الإزازة اتكسر هيبقى عليك فانز، فخلي بالك. طبعا جه دوري ودخلت، اول ما فران حط عليا طبعا ضوافرها بقت تخربش في جسم واحد كله. فران تقيله مش خفيفه، يعني انه يكون تقيل وبيمشي عليك ويخربشك طبعا شتت تركيزه بقى. حسن يس انا بستعدها. لازم تحاولي تعملي احسن من محسن. محسن كان حظه حلو قوي انه من اول مفتاح قدر يفتح الكلبش. ان شاء الله. حسن في وقت بتوضبي فيه نفسك بكلمك. ان شاء الله ربنا يسهل. انا عايز لك تاني اللي انا قلته، المفروض تجيبي وقت احسن من اللي محسن جابه. ومحسن كان حظه كويس جدا لانه من اول مفتاح قدر يفتح الكلبشات. التحدي ده ما فيهوش لياقه، لكن محتاج سرعة وتركيز. اتفضلي يا فسام. المرة اللي فاتت انا انسحبت من الحاجة المقرفة مش عشان القرف، عشان اسباب تانية انا قلتها ساعتها، بس ان شاء الله مش هنسحب من حد تاني. حسن نعم. ايديكي برا البوكس بليز. طب سيبيه، ما كيش دعوه بينا، مش هعمل حاجه. بقى ايديكي برا عشان نبدا. حاضر ثانيه واحده بس. جاهزه؟ هتشوف حاجه؟ اه. 3 2 1 جو يا حسن. ما تطلعيش دماغك برا، دخلي دماغك جوه. ما ينفعش كده. حاضر. دماغك جوه. حاضر والله. انا عامل ايه؟ طيب انا جسمي صغير. حسنت دماغك جوه. حسن القوانين كانت واضحة وقلت لك كذا مرة ما تطلعيش دماغك بره البوكس. لا الصندوق صار عليها هي قصيرة. الصندوق صغير. طلعت هي جسمها صغير أكتر من مرة، وعشان كده هتاخدي بانلتي 15 ثانية فوق الوقت اللي انت عملتيه. 60 سكند. لا بجد حرام، حياة ربنا. طب الصندوق كان صغير، أنا أعمل إيه؟ انا كنت وسطي كله كان يجي. ممكن تفردي نفسك اكتر، كان ممكن كان في مليون حل ممكن تعمليه، وحذرتك اكتر من مره. خلينا نرجع للنتيجه. طبعا. والوقت الجد مهاب، مش محتاجني اقول لك. كنت اقول لك انا طيب. قعدت 6 دقايق و26 ثانية، وده يخليك تبقى معانا في التحدي الثالث. حسنت وقتك الاساسي 57 ثانية مع ال 15 ثانية اللي اخدتيهم بسبب البانلتي لان انت طلعتي راسك بره،
وحذرتك أكتر من مرة، بقى وقتك دقيقة واتناشر ثانية. محسن كنت الأكثر حظاً ما بينهم، ولقيت المفتاح بسرعة جداً وقدرت تفتحه من أول مفتاح، ووقتك كان دقيقة أو 29 ثانية. فسنت أنت بأمان محسن، أنت هنشوفك في التحدي الثاني. رامز هنشوفك في التحدي الثالث إن شاء الله بإذن الله. مفيش فرقان أكيد أكيد مفي... لا مفيش فرقان الحمد لله. وفسنت يعني قبل ما تمشي عايزة أقولك I was lucky. يعني you were lucky، وفي نفس الوقت يعني اسمعي القوانين زي ما هي ونفذيها. المرة دي لو عدت ما فاضلكيش غير ثلاث تحديات، محدش عارف. بشكرك وجود لك، وتقدري تفضلي. محسن ومهاب منافسة قوية جدا ما بين اثنين من المشتركين الأقوياء جدا، لأن أكيد وصلكوا لغاية الحلقة اللي قبل الأخيرة ما كانش بالسهل. أشوفكم في التحدي الثالث، وأحب أفكركم إن واحد فيكم في آخر الحلقة هيترحل من أرض الخوف. Good luck. تقدروا تفتحوا عينيكم، شكلكم مرتاحين ومستحميين بعد الفيران، فأتمنى كمان تكون حياتكم النفسية أحسن. رامز ازيك؟ زي الفل الحمد لله. تمام؟ فاتك أنت التحدي بتاع الفيران. اه طبعا الحمد لله. مهاب ومحسن أنتوا دلوقتي قدام ثالث تحدي في الحلقة اللي قبل الأخيرة من Fear Factor Extreme أرض الخوف. ما حدش يقدر ينكر ان انتوا توصلوا للنقطه دي ما كانش بالسهل، وتعبتوا كتير، لكن كمان النقطه دي بالنسبه لكم مصيريه. التنافس اللي بينكم كبير جدا، في واحد منكم هيتنقل للحلقه الاخيره وامله انه يفوز $50,000 هيزيد اكتر، والتاني هيبقى حاسس انه كانت قدامي بس للاسف ما قدرتش امد ايدي اخدها. او نفسكم، وخليني اقول لكم على التحدي الثالث. التحدي الثالث العربية دي متعلقة في الونش مرتفعة عن الأرض 20 متر. المفروض ان انتوا هتكونوا واقفين على كبوت العربية ومعاكم ريموت كنترول في ايدكم. زي ما شفتوا الونش بيلف، لما عملنا الريفيل لف لغاية الاكسل في الأرض ووقف. معاكم انتوا مش هيقف، هيوصل لغاية الآخر. المطلوب منكم ان انتوا تدوسوا على الزرار في ريموت كنترول وتحاولوا تنزلوه على الاكس. اقرب واحد منكم لعلامه الاكس
هو اللي هيكون معانا في اخر حلقه من فير فاكتور اكستريم ارض الخوف. ملكوش غير فرصه واحده بس للفه الونش، يعني الونش ما بيلفش غير مره واحده. جاهزين؟ جاهزين. مشترك اللي هيبدا التحدي الثالث في الحلقه قبل الاخيره من فير فاكتور اكستريم ارض الخوف، اتفضل يا محمد. صراحة أول لما الونش أساساً قبل العربية تلمس الأرض، أول لما فك أنا قلبي اتخطف لوحده أساساً. يعني أنا توقعت نفسي ممكن أكون جوه العربية، ممكن أكون تحت العربية مثلاً، بحاول أجري بحاول أهرب. انا كنت قلقان طبعا لحسن اقع مع العربيه، بس انا لما تشوف العربيه تحتيك وهي بتقع دوت شعور بصراحه قوي جدا. يعني الواحد من عمره كان يتوقع ان هو ممكن يكون في الهواء وتحتيه عربيه بتقع بتتدمر، حاجه محدش ممكن يتكلم عنها الا فعلا اللي جربها فعلا. يعني برافو عليك يا محسن. وجيت دور دلوقتي على مهاب. يلا يا مهاب انت قدها وقدود. خايف من ان انا امشي طبعا من ارض الخوف بعد المشوار الطويل اللي حصل واللي اتعمل والتحديات والمصاعب اللي واجهتها، واخاف ان انا اسوء تقدير المسافه او الحسابات ف يبقى الغلط مني. فيا رب ان شاء الله ربنا معايا باذن الله. 3 2 1 جو. لما العلامة بتختفي من تحت العربية فالتقدير بيبقى صعب قوي ان انا اقدر اقدر المسافة مع الواقعة. فما شفتش العلامة كويس تقريبا، بس الحمد لله على كل حال. كلمنا ايه بقى احساسك وانت فوق؟ احساس صعب، التوازن اتحقق اصلا في الاول، شايف العلامة كويس، التقدير صعب قوي، في هواء فوق وسرعه البتاع عماله بتزيد. ف يعني ما كنتش كويس قوي في الفيزياء، بس الحمد لله. قدرتها على اساس ايه؟ قدرت امتى ترمي العربيه على اساس هو انا اول ما لقيتها اختفت تحت كبوت العربيه، ف العلامه اللي تحت، ف استنيت لحظه وبعد كده قمت دايس. تحس ان الوقت فوق اطول من تبقى تحت؟ يعني بتعدي أبطأ مثلا؟ لا خالص، الموضوع كان سريع جدا وكان صعب. تذكرة وصلت، واحد منكم هيترحل من أرض الخوف بعد ما عدى 12 حلقة من 13. لكن قبل ما نعرف مين، حد فيكم عايز يقول حاجة؟ أنا عايز أقول حاجة بس يا بسالة. عايز أقول إن التحدي من أصعب التحديات، هو بيختبر قوة حسابات أنت بتعملها. وبغض النظر عن التحدي، أنا بنافس مع مهاب. مهاب دوت المرشح الأول إن هو ياخد الجايزة.
فلو انا خسرت انا يكفيني شرف ان انا كنت بنافس مع مهاب مثلا وهو كسبني، انا مش هكون زعلان بصراحه. يعني انا عارف ان مهاب بصراحه يعني من اقوى الناس فعلا موجودين في المسابقه. انا مش عارف انا عملت ايه، مين اللي كسب ومين اللي خسر، بس لازم اديله حقه بصراحه. مهاب فعلا من الناس الاقوياء جدا في المسابقه. ربنا يخليك. عايز تقول حاجه يا مهاب؟ عايز اقول ان ربنا يخليك، ده انت بتنفق فيا قوي وانا مش كده اصلا خالص. انت من الناس اللي فعلا فاجأتني جدا، ما شاء الله عليك، وفعلا انسان كويس تستحق الجزاء. رامز مش عايز تقول حاجه؟ احساسي متضايق جدا ان انا اكيد لازم حد يطلع منهم يعني، بس انا بقول لهم ان الاهم من الجائزه انتوا عملتوه، ان انتوا كل واحد اثبت للناس ان هو قد ايه جامد في حاجات معينه واختبر نفسه في حاجات كتير. وانا اتمنى للي يكسب كلنا نفرح له، واكيد هو برضه هيفرح للي خسر. انا عايزه اقول لكم انه انتوا والثلاثه اللي اتنقلوا وضامنين دلوقتي ان هم معانا في اخر حلقه من في فاكتور اكستريم ارض الخوف، اكيد من اقوى المشتركين، والا ما كنتوش وصلتوا للحلقه قبل الاخيره. لكن في النهايه في قوانين بتتنفذ وفي حظ، وزي ما في ارض الخوف ده بنشوفه على طول في الدنيا. خلينا نعرف مين فيكم اللي هيترحل بعد 12 حلقة من فير فاكتور اكستريم أرض الخوف. مهاب، انت في التحدي ده لما قسنا المسافة جبت 174 سنتي. محمد، انت جبت 46 سنتي، وده معناه ان انت يا مهاب اللي بتترحل في الحلقه اللي قبل الاخيره، انت عاشر شخص تترحل من ارض الخوف. بشكرك وتقدر تتفضل. محمد، لسه المنافسه شغاله ولسه باقي ثلاثة من المشتركين انت بتنافسهم، بس عندي ليك خبر كويس. في التحدي ده الاول على العالم جاب 40 سنتي، وانت بعده على طول جبت 46 سنتي. خبر حلو جدا. رامز، نورتنا في الحلقة الـ 12 وهتنورنا اكتر كمان في اخر حلقة ان شاء الله باذن الله. بشكرك واشوفك الحلقة 13 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. محمد، شد حيلك. Good luck. انا ماشي معايا التذكرة دلوقتي، حاسس ان انا فشلت، حاسس ان انا وصلت لمرحلة تعبت جسديا وعيان، فيمكن كل دي عوامل اثرت عليا فان انا ما بقاش عندي الحافز القوي جدا ان انا اكسب، وضيعت عليا تعبي اللي فات ده كله. بس انا مبسوط ان انا عملت كل اللي اتعمل ده، ان انا الحمد لله ما خفتش، وكنت خفت من حاجه قدرت اتغلب على نفسي وعلى خوفي منها، اتعلمت حاجات مهمه جدا جدا، من اهمها ان الواحد لازم يدي كل حاجه حقها، ما يستهونش باي حد ابدا، لان كل واحد ربنا مديله حاجات مختلفه عن التاني. اكيد كل ده مكسب ليا، ان انا اتبسطت، اتعرفت على ناس كتير، اتعلمت من، شفت بلد ما كنتش متخيل او بخطط في حياتي ان انا ازورها قبل كده اصلا. عدت علينا ايام كتير، ايام كانت متعبه وايام كانت لذيذه، ايام كنا مرهقين من التعب ومن الضغط النفسي، ايام كنا مبسوطين قوي وبنضحك وبنمثل وبنهزر. طبعا كل الايام دي هفضل فاكرها واكيد اتعلمت منها كتير قوي، لكن جه اليوم اللي انا ما كنتش عامل حسابه، دي حاجه خارجه عن ارادتي وخارجه عن اراده اي حد. احساس صعب ان انا هسيب زمايلي، مش هقدر اخش في التحديات اللي كان نفسي او الحلقه اللي انا كنت مستنيها من ساعه ما ابتديت البرنامج ان انا اخش فيها. عايز اقول لاصحابي اللي هيخشوا على النهائي ان شاء الله لازم يركزوا قوي كويس قوي، هم كلهم يستحقوا ويستاهلوا، واتمنى لهم التوفيق، واتمنى ان انا نفضل على علاقه طيبه مع بعض ان شاء الله.
جميع تحديات فير فاكتور اكستريم تمت تحت اشراف فريق متخصص، علشان كده بنطلب منكم جميعا عدم محاوله تنفيذ اي من التحديات حفاظا على سلامتكم.